نحن نعتذر، لا أسلحة لأوكرانيا بعد اليوم. هكذا أعلنت ألمانيا، بينما روسيا تضاعف مخازن أسلحتها. فهل كشفت الحرب عورات الغرب الدفاعية؟ وبوتين يعلن عن عقيدة عسكرية جديدة، وواشنطن ترد بمحاكاة نووية. شقيقة مجنون كوريا الشمالية تدخل خط الحرب الأوكرانية، فيما رئيس بيلاروسيا يضع أوروبا بين خيارين أحلاهما مر. البرلمان النمساوي للرئيس الأوكراني: لا مكان لك هنا. روسيا تبدأ الهجوم على 4 محاور أوكرانية، والهدف منها أكون أو لا أكون. أسلحة ودعم أمريكي جديد ب2.5 مليار دولار تتجه نحو أوكرانيا، ورئيس هيئة الأركان الأمريكية يصدم الجيش الأوكراني بنتيجة الحرب. والبرازيل تنضم إلى بكين لتوجيه ضربة قوية للولايات المتحدة، العراقيون يختنقون. والرياض تطرق أبواب نادي الدول النووية، والصحة السعودية تحذر من فيروس جديد ومرعب، والمياه تعود لمجاريها بين مصر وسوريا. عقيدة بوتين الجديدة: ثغرات تكشف وأخرى تغلق في المواجهات الروسية الغربية، ضربات متبادلة بين الشرق والغرب، والعالم يتجه إلى المجهول. ها هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما ليعتمد نسخة جديدة لعقيدة السياسة الخارجية لبلاده. أطلق علي الحرب الهجينة، وذلك لمواجهة مخاطر الصدام المتنامي بين الدول الكبرى، خصوصا الدول النووية. حتى أن بوتين يرجح أن احتمال الانتقال إلى حرب كبرى يزداد، ليركز في عقيدته المستحدثة على ضرورة تعميق التعاون بين روسيا والصين والهند لمواجهة ما يسميه الهيمنة الأمريكية في العالم. فعن أي عقيدة تتحدث يا بوتين؟ لترد الخارجية الأمريكية، لكن بعد ساعات من الصمت، أن العقيدة الدبلوماسية الجديدة التي أعلنتها روسيا هي أحدث مثال على التصعيد الخطابي الذي يشهده العالم من روسيا منذ غزوها الشامل، وفق سكاي نيوز. هذا كل ما استطعتم قوله يا أبناء العم سام؟ ليتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مقدما اقتراحه للغرب: فإما التصعيد أو هدنة في الحرب في أوكرانيا دون حق تغيير مواقع القوات أو نقل المعدات والأسلحة بما في ذلك النووية. وحذر لوكاشينكو من اندلاع حرب عالمية ثالثة بحرائق نووية، مؤكدا أن روسيا دولة نووية وستستخدم أكثر الأسلحة رعبا إذا ما هدد الوضع بانهيارها. هناك دب الخوف في نفوس الغربيين، والبداية من ألمانيا، حيث أعلن وزير دفاعها بوريس بيستوريوس أن بلاده لم تعد قادرة على تسليم أوكرانيا مزيدا من الأسلحة بما يتعدى الالتزامات المعلنة، مقرا بأن برلين لن تستطيع سد ثغرات الدفاعية التي أحدثتها عمليات تسليح كييف إلا بحلول 2030. ليستنجد بوريس بالرئيس الأمريكي قائلا: إلا لم تهتم بالناتو وبأوروبا فإننا سنواجه تحديات كبيرة وخطيرة. لكن هل يترك الأمريكان مشاكلهم ليهتموا بك؟ خليك في حالك يا عم. لكن يبدو أن واشنطن منهمكة بحل مشاكلها أولا، فهنا يعلن البنتاغون أنه يتجه لزيادة إنتاجه من الذخائر التقليدية، وخاصة الرصاصة والقنابل، وذلك لأن الحرب في أوكرانيا ألحقت أضرارا بمخزون الجيش الأمريكي بحسب البنتاغون، بما جعلهم يسعون لإنتاج 75,000 طلقة شهريا بحلول عام 2025. يا لهذه الحرب المعقدة، طرفها روسيا وأوكرانيا ومن خلف ستار أمريكا، ولكن خسائرها تثقل كاهل الغربيين. هذه الحرب الأوكرانية مر عليها أكثر من 400 يوم، وفي كل يوم يزداد لهيبها على جميع المجالات. هنا تعود واشنطن مجددا معلنة تقديم حزمة مساعدات جديدة لكييف تتضمن ذخائر جوية دقيقة بقيمة 2.6 مليار دولار،
هذه الحزمة قد تساعد أوكرانيا في هجوم الربيع المضاد، يأتي الرد فورا من الكرملين على هذا التصعيد الأمريكي، وذلك بإعلان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عن زيادة إنتاج جميع أنواع الأسلحة العادية وعالية الدقة استعدادا لحرب طويلة الأمد. بينما وجهت أوكرانيا أيديها نحو بولندا طالبة منها 100 مدرعة متعددة المهام من طراز روسوماك بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. بولندا لا تمانع، ولكن هل تمول أوروبا وواشنطن هذه العملية؟ لكن أوكرانيا تقول إن أراضيها ستبقى محتلة، وهذا غير مقبول على الإطلاق، فيما رد الكرملين أن هذا طرح خطير للغاية. بعينيها الضيقتين، ها هي كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تدخل خط الحرب الأوكرانية، محذرة الرئيس الأوكراني بأنه مخطئ باعتقاده أن المظلة النووية الأمريكية يمكن أن تحمي بلاده من روسيا. وكانت يو قد قالت سابقا إن روسيا ستحرق الأسلحة التي تفاخر بها واشنطن والغرب عن بكرة أبيها، مشددة على أن بلادها ستبقى دوما مع روسيا في خندق واحد. لقد كثرت تلميحاتك تجاه الشاب بوتين يا كيم يو لنعتبره غزلا نوويا. الصفعات تتوالى على خد زيلينسكي، وهذه المرة انسحب برلمانيون من جلسة في البرلمان النمساوي، وذلك فور بدء خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تقنية الفيديو، تاركين خلفهم رسالة كتب عليها مكان للحياد مكان للسلام، كناية عن رفضهم الانضمام لأوكرانيا في الحرب العسكرية ضد روسيا. وجاءت الصدمة القوية من رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، الذي قال إن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا خلال العام الجاري. أضاف ميلي أن خطوة كهذه من جانب أوكرانيا ستكون صعبة للغاية، وبالعودة إلى الأرض الأوكرانية. قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أنا ماليار إن الوضع في الشرق الأوكراني لا يزال صعبا للغاية في مناطق العمليات الدفاعية. وأضافت ماليار أن القوات الروسية تهاجم من 4 اتجاهات في وقت واحد، وهي ليمان وباخموت ومارينكا وأفدييفكا وفق تعبيرها، مع إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تصفية أكثر من 350 مسلحا وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور. في الأثناء كانت أمريكا ورومانيا تجريان تدريبات عسكرية تحاكي الهجوم الجوي على العدو كجزء من مناورات عسكرية للناتو على الجناح الشرقي في القاعدة الجوية الرومانية في كونستانتا. فعن أي تدريبات يتحدثون؟ وعن أي محاكاة؟ والمخازن الغربية تنضب يا سادة. حملة صينية باتجاه الأمريكان، بالأفعال لا بالأقوال يتخطى أصحاب العيون الضيقة الحواجز، والعقبات تتذلل للصينيين مع كل خطوة. فهي بكين وبخطوة أخرى توجه بها ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي. نعم، الصين مع البرازيل تتخليان عن الدولار الأمريكي لتستخدمان العملتين المحليتين في تعاملاتهما التجارية الثنائية، علما أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 150 مليار دولار العام الماضي. وهنا رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي يحذر من تصاعد لهجة الخطاب المحموم بشأن حرب تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين، وقال إن الجميع بحاجة إلى الهدوء في هذا الأمر. يا لراحة بالك يا هذا. الأحداث والتطورات. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مساع سعودية بهدف تطوير برنامج نووي، حيث بحثت الرياض الأمر في واشنطن، إلا أن فتور العلاقات مؤخرا بين البلدين جعل المملكة تفتح الملف مع دول أخرى مثل الصين وروسيا.
أوصت هيئة الصحة العامة السعودية وقاية مواطني المملكة بتجنب السفر إلى دولتين في إفريقيا وهما غينيا الاستوائية وتنزانيا بسبب انتشار فيروس ماربورغ فيهما. وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية واس، هذا الفيروس شديد العدوى ومن أخطر الفيروسات، وتصل فيه نسبة الوفيات من 60 إلى 80%. أعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة أكثر من 500 شخص بالاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد. استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد بزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، لتؤكد القاهرة السعي لعودة دمشق لمحيطها العربي. عقيدة روسية جديدة تواجه بها المدى الغربي، فهل تؤتي هذه العقيدة ثمارها على المدى القريب؟